إلي الزميلة هبة شعبان وجولة في مقالات الصحف. تفضلي هبة. شكرا لك مجددا عامر. شكرا مشاهدينا، أجدد التحية لكم. مقالات وتعليقات الصحف بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. بداية مقالات الصحف من الوطن السورية، ونقرأ مقالة للكاتبة باسمة حامد تحت عنوان الإرادة السورية تنتصر في مجلس الأمن. جاء فيها: لأول مرة منذ العام 2011 وبدافع الخوف من الإرهاب، يتوحد المجتمع الدولي على صيغة محددة لحل الأزمة السورية. القرار له صفة إلزامية حاسمة، وهو انتصار للإرادة السورية في ضوء عدة نقاط. أولها وجود حالة إجماع دولي بضرورة الاستقرار الاستراتيجي في سوريا عبر إنهاء الأزمة فيها لتداعياتها السلبية على الدول الأخرى. وثانيها تضييق الخناق على مصادر تمويل وتسليح داعش والنصرة، بما من شأنه عدم بقاء سوريا نقطة جذب لإرهابي العالم. ومن ثم فإن التركيز على مجموعة دعم سوريا الملتزمة بالأطر الزمنية للحل السياسي، والتي ضمت بإصرار من موسكو عددا من الدول المهمة في المنطقة، يوضح إخفاق عزل وردع روسيا. تتابع الكاتبة: القرار يمثل تشريعا قانونيا أمميا لاتفاقات فيينا التي تتبنى الرؤية الوطنية للحل، كما أنه يؤكد الانفتاح الغربي على إيران أحد أبرز حلفاء دمشق. وبناء على ما سبق من المتوقع تحسن الوضع العام في سوريا في ظل ما يتحقق من الإنجازات الميدانية للجيش العربي السوري وحلفائه وإتمام عملية المصالحة الوطنية بنجاح، والمهم أن هذا المشهد سيساهم بعزلة الأنظمة المتطرفة والمتورطة بدعم الإرهاب وخصوصا تركيا. مقالنا التالي من الدستور الأردنية وللكاتب عريب الرنتاوي تحت عنوان بمناسبة الاتفاق المبدئي بين تركيا وإسرائيل. جاء فيها: تركيا وإسرائيل على وشك التوقيع على اتفاق نهائي لاستعادة العلاقات التي لم تقطع أصلا. من المفترض أن يتسبب الاتفاق صدمة وغضب قطاع من الرأي العام العربي والفلسطيني الذي أبدى شغفا بتتبع المواقف الصلبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعده كثيرون الفاتح، سيما وأن هذه الفئة من الرأي العام العربي بالذات تبدي حماسا استثنائيا لمحاربة التطبيع مع إسرائيل، بل وتتصدر صفوف تيار المقاومة، وهي أسست مواقفها الداعمة بقوة للتجربة التركية من على قاعدة إسلاميتها التي لا يمكن أن تخذل فلسطين. لكن الاتفاق المبدئي ذهب أبعد من ذلك، وصولا إلى حد الشروع في تنفيذ إجراءات التضييق على حماس في تركيا بدل الإفراج عنها في غزة. ويتابع الكاتب: سبق وأن حذرنا من مغبة الذهاب بعيدا في الرهان على ما يمكن أن تقوم به تركيا نصرة للشعب الفلسطيني، ولطالما تحدثنا عن منظومة المصالح التي تتحكم بالسياسة التركية في عهد الإسلاميين. إنه زمن الخطاب المذهبي والاتجار مع داعش وتدعيمها بالمال والرجال والتحالف مع النصرة وأحرار الشام ونشر القوات في العراق بالضد من حكومته. إنه زمن الانتكاسات الكبرى وتحويل تركيا إلى أكبر سجن للصحفيين. ومن المؤسف أن تركيا التي أقامت دورها على صفر مشاكل لم تعد تجد من بين جيرانها الأقربين والأبعدين من تصفر مشاكلها معه سوى إسرائيل. إلى هنا نختم معكم جولتنا مع الصحافة لهذا اليوم. مشاهدينا، الرحمة لأرواح كل شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، وعودة إلى عامر لاستكمال الحوار. شكرا هبة. في المقال الأول دكتور. نعم.